كنا بندردش شويه على المنتخب، اخد رايكم على الهواء مره تانية، رايكم ايه في روي فيتوريا وايه الاخطاء اللي لا تتمنوا تكرارها مع كل المديرين الفنيين السابقين سواء كانوا يعني اجانب او مصريين؟ كابتن ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني الف مبروك طبعا لمنتخب مصر، قياده يعني اسم كبير وشخصيه قويه. نتمنى ان احنا زي ما انت قلت احمد نستفيد من الاخطاء بقى الاداريه والفنيه اللي كانت يعني حصل منها اخفاق بشكل كبير جدا. ونتمنى بقى من الراجل ده يكون فعلا جاي معاه مشروع. أيوه. يعني المشروع ده تكون هو مفترض هو يحط المشروع ده. هو الاتحاد قال لك انا جايب الراجل ده 4 سنين ومش هحاسبه بالقطعه، مفترض الراجل هو يحط البلان بتاعت ال4 سنين ويقول انا عايز 1 2 3 4، ولا اتحاد الكره يبقى عنده برنامج عمل ويلزم بيه روي فيتوريا وكل الاجهزه بقى اللي هتشتغل مع كل المنتخبات؟ يعني بيبقوا مكملين لبعض، لكن في الاول والاخير بيبقى القرار الاول والاخير ليه هو ليه هو في الجانب الفني. تمام كابتن حشيش.